خلونا نروح لتقرير على إيه بقى؟ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مصر عاصمة الفن والفنانين في العالم العربي. القاهرة ليست فقط هوليود الشرق، إن هي إلا أكثر إبداعاً وأعمق إبداعاً وأكثر تأثيراً وأهم تأثيراً حتى من فكرة كلمة هوليود الشرق دي. مصر اللي هي من وقت ما قالوا يا فن في الدنيا والمصريين يعلمون العالم طول الوقت فناً وفكراً وثقافة، أمال هي مصر فجر التاريخ والحضارة ليه يعني؟ المسألة أكبر وأبعد بكتير من إن إحنا نقعد نفكر في مصر من ظهور السينما أو ظهور الحركة المسرحية، لا 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 لا، مصر أبعد من كده بكتير. مصر أفكار وفلسفة وثقافة وحضارة، وحتى لما بقى في حركة مسرحية وسينمائية حديثة فمصر كانت هي المظلة الجامعة للفكر والإبداع العربي وستظل كذلك. فإحنا عندنا بقى فقرة ظريفة جدا ولطيفة وتقرير مهمة جدا من الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وزميلتنا جمانة ماهر عملت لقاء لطيف جدا مع فنانة كبيرة نجمتنا لبلبة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي. خلونا نشوف اللقاء ونرجع نكمل الكلام بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه لقاءاتنا مستمرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44. الحقيقة يمكن في كل دورة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دايما بنبقى مستنيين النجوم اللي هيكرموا، ويمكن الدورة دي كمان تحديدا كلنا اتبسطنا جدا 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 لما لقينا أيقونة طالعة على المسرح، لما لقينا نجمة بمعنى الكلمة طالعة على المسرح بتطل علينا عشان تتسلم جائزتها، طبعا جائزة فاتن حمامة للتميز، الفنانة الكبيرة لبلبة. أهلا وسهلا، نورتيني. ويعني أنا مهما قلت يمكن عنك مش هلاقي كلام الحقيقة يعني يكفي، فكفاية أن أنا أقول لبلبة. ربنا يخليك حبيبتي. طبعا الأول عايزين نبارك لك على تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44. التكريم مثلك إيه في مهرجان القاهرة السينمائي؟ بيمثل لي إيه؟ شوفي أنا اتكرمت كتير في مهرجانات كتيرة قوي، الأقصر وأسوان والمهرجان الروائي وجمعية الفيلم ومهرجان اسكندرية، يعني اتكرمت كتير، لكن مهرجان القاهرة للسينما موضوع مختلف خالص، وجاي في وقت أنا شايفاه وقت مناسب جدا، الدورة بتاعة الأستاذ حسين فهمي. فأنا حاسة إن أيوة صحيح، والدتي كانت بتتمنى إن كانت كل مرة تقول لي السنة الجاية هيكرموك في مهرجان القاهرة، كانت أمنية عندها، لكن أنا حاسة إن كل حاجة جت في ميعادها. لكن كنت أتمنى إن أمي تكون عايشة علشان وتكون موجودة بين الكواليس زي ما أنا قلت علشان تفرح بإن أنا بتكرم، هي كانت أمنيتها الحقيقة. الحقيقة أكيد هي يعني يمكن حاسة وأكيد كمان فرحانة بهذا التكريم. طيب في نقطة تانية مهمة جدا عايز أسأل حضرتك عليها. فضل. دايما كنت حريصة على حضور مهرجانات، ولو هنتكلم تحديدا زي مهرجان كان مثلا على طول كنت حريصة على حضورها. عايز أعرف منك فكرة إنه أهمية إن الفنان يكون مثقف ويحضر مهرجانات بره ويبقى مطلع على ثقافات مختلفة. مهم جدا، لأن إحنا أنا حضرت 18 دورة في مهرجان كان، وكنت بحس إن أنا كل مرة بطلع بحصيلة مش أقل من فوق 40 فيلم. الأفلام دي كلها من جميع بلاد العالم. إحنا بنشوف كل سنة بيفكروا في إيه؟ إيه الموضة الجديدة، الرؤية الجديدة لكل المخرجين دول؟ مش من بلد واحدة. فطبعاً دي بتبقى زي دراسة للفنان. مادام أنا بحب الفن وعاشقة للفن، فإن أحضر مهرجانات دولية وأشوف أحدث صيحة في اللغة السينمائية دي طبعاً بتبقى حاجة فايدة كبيرة جداً جداً ليا. وعشان كده أنا كنت مصرة إن أنا أحضر كل السنين دي، ودي أفادتني كتير خصوصاً في المرحلة الأخيرة بتاعتي. طيب برضو كمان يمكن نصيحة
من حضرتك اكيد هتكون مهمه جدا، لا يمكن النجوم الجداد اللي طالعين او اللي لسه حلمهم ان هم يمثلوا. لبلبه تجربه كبيره جدا، خبره كبيره جدا، مراحل حتى مختلفه للسينما المصريه. لو هنقول اوصاره خبره حضرتك صحيح للجيل الجديد، انا بقول للجيل الجديد اللي هو لسه بيبتدي يعني يمارس المهنه، اول حاجه مفيش غرور، ما يفكروش ابدا انهم يبقوا مغرورين مهما نجحوا. تاني حاجه الاخلاص والتفاني للعمل. تالت حاجه انهم ما يكرروش ادوارهم. يعني انا لو بصيتي كويس لافلامي اللي انا عملتها، هم كتار قوي قوي، هتلاقي ما فيش دور شبه دور. فأهم حاجة إن الفنان ما يكررش نفسه الممثل، لأن كل ما قدم دور جديد كل ما ده هيفتح له مجال أكتر ويقدر ياخد خطوة أعلى في شغله. بس طيب نصيحة بقى تانية، بس مش للفنانين، عايز اعرف من حضرتك سر ما شاء الله ما شاء الله الروح الحلوه والخفه والشقاوه اللي لسه موجوده. هتكسفينا بقى ليه؟ لا ازاي؟ لا لازم نعرف الموضوع ده ما شاء الله فعلا. انا في حياتي بحب الضحك، ويعني طبيعتي هي كده، فبحب كل الناس وبحب اضحك، وحتى لو حصلت اي حاجه ممكن يعني تخليني ازعل شويه اخدها بشكل كاريكاتوري، فالاقي نفسي بضحك لوحدي. فهي طبيعتي كده، واحلى حاجه ان الانسان سيبك من الفنان، الانسان ما يجيلوش في ساعات، كلنا بيحصل لنا احباط، ما يجيلوش لحظات يبقى حاسس ان هو محبط، ودايما يبقى مؤمن وراضي باللي هو فيه، لان ما يعرفش ان ربنا مخبيله مفاجأة طبعا يمكن يحقق له كل أمنياته طبعاً. فده اللي أنا بعيش بيه، ودايما فيا جوايا رضا ومؤمنة بربنا، ودايما يعني أحس حتى لو أنا ما عنديش شغل لازم أكون جاهزة، علشان يمكن يجي لي فيلم بكرة لازم أكون جاهزة، لازم أكون مش تخينة، لازم أبقى رفيعة، لازم يعني دايما عندي أمل. الأمل أهم حاجة. ميرسي. ثانك يو. شكرا.